الو، اتفضل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ وليد، شلونك اخوي والله بخير حال، الحمد المحترم، لله. مش اخبارك؟ تذكرني؟ اتذكرك يا غالي، ربنا يبارك فيك. شو صحتك؟ اريد اوضح كم شغله ما اتفضل. من وقتك. انت حاليا جاي تتناقش، وباي مناقشاتك كلها ومحاوراتك تناقش ويا ناس عندهم ايمان. طبعا خلي اللي ما يعرفني، يعني انا المهتدي من النجف. قبل فتره اللي جيت كلمت شيخ وليد، وشيخ وليد انت ما ضفتني بالعام، مات المهتدين ما ضفتني طبعا. فخلي اوصل ايش كان فكر الناس من قلب الاحداث اللي جاي يصير هسه. شيخ انت وليد ايه، جاي ما سمعتش تتحاور ويا ما ناس، سمعتش شيخ وليد ايه؟ ما ايه؟ ما ضفتني بالارقام مات المهتدين. ابشر ان شاء الله. حاضر. لا انا ما خاطر اذكرك طبعا. الله يكرمك. اي فانت جاي تتحاور ويا ناس يامنون انه شوف عندنا احنا مثلا هسه راح تخلص اللطم مالت اول عشره بايام محرم، وهاي كلها زنجير ومواكب والى اخره. وراها تبتدي الملالي، الملالي يعني هاي النسوان اللي تجي تلقم بالبيوت للنساء. فانت اول يعني كل واحد يقرا اعتقد ثلاث ايام، يعني احنا هنا في صارت يعني اكثر من مره. ناس يآمنون انه يسوون صينيه، يقولون مثلا هذه للقاسم، هذه مثلا الشريفه، وياخذون بركه منها، مثلا ياخذون الشمعه ما اعرف ايش، هاي بركه يعتبرون، نعم، او يعتبرونها اجر. انا كانوا اهلي ياخذون من عندي فلوس، يقولون لي خلينا نسوي صينيه حتى الله يرزقك، يفتحها بوجهك والى اخره، وهاي للعباس وهاي الله يرضى عليهم اجمعين. فانت جاي تتحاور في ناس هيك مفهومهم وتفكيرهم لهاي القضيه كل، يعني هو عنده بتفكيره مقتنع انه ياخذ اجر على انه بالصينيه، ياخذ شكليه هذا الحلو مثلا، ياخذ شمعه، يطلب حاجته وقت المجلس مال القرايه، المله تجي تلطم عليها ميتان وما اعرف شيء، حتى خاف يقولون هذا مو من قلب الحدث. البارحه انا عمي خابرني، الله يشهد علي، الله يشهد علي، البارحه خابرني عمي قال لي وين انت مقتدي، احنا جايين ننتظرك بالموكب، ليش ما اجيت موكب الزنجيره؟ عم كنت تدق دمام. نعم. ليش ما اجيت؟ الناس منتظرينك. يقول وين مقتدي؟ وهذا قلت له عمي ما اقدر اجي. طبعا انا ما اقدر افصح السر واقول له الاسباب، ايش قلت له؟ قلت له عمي انا ما اقدر اجي، انا يعني متواعد ويا جماعتي اطلع وياهم. قال ها يعني تعوف الموكب وتروح ويا جماعتك وهاي خدمه الحسين؟ هاي قلت له لا، هي مو يعني انا الموكب ما يتوقف علي، قدرون انتم تطلعون بس انا متواعد ويا جماعتي. ضغط علي يعني حين ضغط علي وابد، لان اللي يتخذ قرار هنا عادي يكون مثل الاسد. انا اني فكرت بنفس اللحظه، بلحظه ادراك، انه لو وقفت بين رب العالمين من ادنى وسالني وقال شنو اللي منعك انه ما تروح، انت تقدر تقول لا، ولو قايل لا لا حياتك تتحول للجحيم، ولا عمرك ينقص، ولا رزقك ينقص والى اخره، ولا راح تموت. فانا قلت لا، وظلت ثابت على موقفي. واصلا هسه قمت اعارض، يعني هذا اخوي، الناس اللي يمشي لك بالمحلات عارضة، اقول لهم هاي مو قضيه الحسين، مو رساله الحسين هذه. الحسين عام في المعركه وراح صلى، صلوا، ليش ما جاي يصلون؟ انتم صلاه ما جاي يصلون. كفران ما يتكفرون، والله العظيم اليوم ابوي اتشاقى ويا جماعته، والله قلبي احس انه انعار. كفر له كفره، سب رب العالمين مسبه، يعني والله تز جسمي من عندها. هم دول اليم يكفرون يسبون رب العالمين من يشاقون لو تحترق روحه. الله يشهد على كلامي ورسوله يشهد. يعني جسمي جاي يزغر من اشوف الكفران، هاي الشباب شلون كله شعرها وملسه وضارب مزيل ويجي، يعني فد وضعيه لا ترضي الله، لا هي من الدين. انا اعرف شعار الله وحي، شعار الحسين شنو؟ من اللي امر بها؟ الامام الصادق هو اللي امر بها مثلا، هو اللي قال للناس جلدوا نفسكم. انتم جاي تقولون شيء وما قاله، ما قاله، ما قال. انتم شلون تقولون اهل البيت شيء هم ما قالوا؟ زين هم ابوهم مو استشهد قبل لا هم يستشهدون، ليش ما حطوا ناس ينعون ويبكون ويلطمون ويسوون مواقف؟ هم نفسهم اهل البيت اللي من ورا ابو الحسن علي منطبر واستشهد بالمحراب، ليش ما حطوا ناس تنعالهم ويطلعون مواكب ويلطمون؟ اي والله يسكت من تقول له هيك شيء. يعني مشكله والله، جاي احنا نمر بزمن جدا عصي. يعني شنو البارحه بالبرلمان العراقي يلطمون؟ انت متظاهر تريد حقوق، تريد تتغير الدوله، شنو تلطم زنجير بنص البرلمان العراقي؟ هذا مو بس لك انت، انت مو بس طائفه واحده بالعراق، مو بس قوميه واحده والى اخره. عن والله العظيم سوونا مضحكه، مضحكه. زين تساله تقول له عمي هو من الاكبر؟ الامام علي
لو الامام الصادق يقول لك الامام علي، زين الامام علي ليش ما سوى المذهب؟ ليش الامام الصادق اللي سوى المذهب؟ هو الامام علي اعلم من عنده مثلا واكبر من عنده، ما هو ليش ما سوى المذهب الامام علي هو؟ ليش الامام الصادق ليش ما الحسن؟ ليش ما الحسين؟ مو كلامي منطقي أيوة. اني هسه أيوة والله صحيح، والله صحيح. العموم الله المستعان. الى متى الى متى الى متى؟ والله فعلا الى متى. جزاك الخير، انا اريد من عندك طلب، اريد من عندك طلب. الله المستعان، جزاك الله خير والله. سبحان الله، يا ليت الشيعة بس يتفكر في كلامك. تسمعني؟ والله تسمعني شيخ وليد؟ اسمعك تفضل. بقول يا ليت الشيعة يسمعوا كلامك. من عندك طلب تفضل. اي والله والله ودي يعني ودي انا هسه اكو شباب اصدقائي قمت اطرح عليهم اسئله اخليها تفتر براسها ويتساءل ليش 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 هيك، ما اقول لك أيوة. اطرح عليه اسئله واسئلتي كلها منطقيه، بس انا اريد من عندك طلب. تفضل. الطلب مالك شنو؟ شنو اكثر شيء شيعة مثلا يحاججون باهل السنه انه ها انتم كمثال مثلا ما الرضاع الكبير مثلا نزل؟ والله هي اشكاليه الشيعي دائما سبحان الله عنده مشكله مع الاشخاص، ويظن انه لو اسقط الاشخاص ديت يبقى اسقط الدين. إيه ادري بيها مشكلتهم بس فهي دائما اشكالياتهم كلهم عمر ابو بكر عائشه، عمر ابو بكر عائشه، معاويه، يزيد. إيه كل اشكاليه صحيح والله صحيح. انا بنصهم الله المستعان. والله انا بنصهم، هذا زرعوه بداخلهم من زمان يعني رضاعه من أنا أريد للمهتدين يسمعوني يعرفون ذني شغلات، ما يعرفون يعني مستوى جدد، فتبين أنت ذني شغلات اللي هنش كلها ترحل حتى إحنا نعرفهم. إني سألون أنا الرد هذا طلبه من عندك، إنه الشغلات اللي هم يشكون علينا مثلا يحاججون بها ها مثلا كمثال رضاع الكبير، والله أنا عرفتها وشنو هي وحتى شرحتها أصدقائي مثلا. أكون كرر ذني الأساسيات اللي هم يشكون علينا، ما أريدك تشرحن فيديو مبسط عليهم تشرح لهم هذا سببين، وهم يقرأ ما يفهم، قارئ مو فاهم. نعم. أنا هسا مثلا يقل لي بيه ما أفهم هشنو إلا أريد مثلا واحد مثلك يعرف هذا يشرح لنا يعرف. أنا هذا طلبه مني. أبشر يا أخي، جزاك الله خير. أبشر. عني أبشر. وعن المسلمين جميعا الله يعزك. وأتمنى ما طولت عليك. لا لا مفيش حاجة. وأنا جدا 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 أحترمك وأعزك، ودائما دائما بظهرك وبغيابك امدح بيك واقول هو يعني عنده فراسه عقلك ويطرح اسئله منطقيه، يعني تقول لك صدق ليش يعني هذا الموضوع ليش؟ نسال الله ليش ما كذا ليش ما كذا ليش ما كذا. نسال الله الاخلاص، نسال الله رب العالمين ان يوفقك ويوفقنا. اللهم امين. وياك ربنا يبارك فيك. شكرا لك شيخ وليد المحترم. الله يكرمك. في امان الله. مع السلامه.